فأول حاجة، أول صفة للمؤمن وكلام له، إذا سمع كلام أو إنسان يتكلم أول حاجة يسمع، بعد ذاك ربنا قال فيتبعون شنو؟ أحسنه. طيب الزول اللي بيسوي كده ده صفته شنو؟ ربنا قال أولئك الذين هداهم الله، يعني الزول اللي بيسمع الكلام ويتبع أحسن الكلام مما أنزل الله سبحانه وتعالى، ربنا قال أولئك الذين هداهم الله، ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال وأولئك هم شنو؟ أولو الألباب، أي أصحاب العقول. فأي زول بتلقاه بيجوط ويكورك ودار يستخدم عضلات وكده، فده تعرف إنه شنو يا أخوانا؟ ما من الذين هداهم الله ولا من أصحاب العقول. أول حاجة المؤمن بيعمل شنو؟ بيسمع. وهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الوليد ابن المغيرة وجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنك جئت بأمر فرقت به جماعتنا وسببت آلهتنا، فإن كنت أردت بالذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا، وإن أردت بالذي جئت به زواجا زوجناك من أجمل نساء قريش عشرة، وإن أردت بالذي جئت به سؤددا يعني مكانة عظيمة سودناك علينا يعني بقيناك سيد، وإن أردت بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا. فماذا قال له وكيف عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده التعامل اللي بنتعامل به. إذا أنت في الكلام وفي الحديث ما داير تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حنقدر نقنعك، ولا شنو يا ناس؟ زول بالآية ما داير يقتنع، بالحديث والسنة ما داير يقتنع، يقنعوه بشنو؟ ما بيقتنع تاني. عشان كده دائما أي زول في الحلقة يا أخواننا ما تركز مع الناس البرة. ليه؟ لأنه أصل الزول من برة بيجوط وكده، عرفته؟ وبيحاول يشوش على الناس. وبرضه نحن بنوصي يا اخواننا ما في زول يعمل لنا شوشره يا اخونا، جزاك الله خير، اقعدوا تحت يا اخواننا، ان شاء الله بنسمع الكلام وربنا بسمع، نحن ما عندنا حاجه. فهمت الكلام؟ فنحن الخير دارين نقوله للناس ما من كيسنا ولا من جيبنا ولا ابويا الشيخ قال ولا فلان قال، كلنا ربنا سبحانه وتعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. نحن ناس جايين من الجامعة، شيوعين في الجامعة بقول لك والله نحن مع الطيور، نحن بنقول لهم والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ لا تابعين لشيخ طريقة، لا تابعين لشيخ جماعة، لا تابعين لصمويل إيتو، كتاب وسنة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عندنا زول بيملعنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يا المؤمنين دارين الخير، فانتوا خليكم يا مؤمنين ناس نجاط وناس عقلاء واذكياء. الزول اللي بيشوش داير شنو؟ دايرك ما تسمع الخير. ليه؟ لانه لو سمعت الخير عورته بتنكشف ودار يستر عورته. فهمت؟ عشان كده بكورك، عشان كده دائما الدكتور النجيط، الدكتور بتاع العظام النجيط، لما يمسك الزول يكون معوق في اللي بيسموه عظم الشيطان هنا، تلقاه يمسك الركبه المريض تلقاه كاتل عينه. فهمت؟ بعشان ينزل تحت في الساق لسه نايم كاتل عينه، بعشان لما يقرب لتحت تلقاه فتح عينه، بعشان لما نمسكه هنا بيصرخ تشاك. ليه؟ لانه حصل الشغله جوا ذاته. فنحن هسه ما خشينا في الشغل، عشان كده انت لابد شنو؟ لابد تصبر علينا شويه. فنحن كلامنا يا اخواننا في القران، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا لشنو؟ بالراحه كده ايات بس، ما عندنا كلام من عندنا. لو ما مصدق جيب معاك المصحف ونفتح لك اي كلام بنقوله من القران. الان افتح المصحف، الان افتح المصحف. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الذاريات وما خلقت، الحمد لله كل المسلمين ديل حافظنا، ما بيجي زول من برا يلعب عليهم، الحمد لله. ده كان زمان لما يخوفك بالشيخ كم ناكرا زاد نكران وعفص الشيخ طلع مصرانه، ده كان زمان. فهمت؟
لكن الآن المسلمين الحمد لله وعوا والناس بقت وعى. والله واحد تلقاه عنده معاصي وذنوب وكل الناس خطائين، لكن برضو تلقاه في العقيدة نجيض لأنه عارف أموره كلها عند الله سبحانه وتعالى، عرفتها؟ فربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء قالوا ربنا بدأ الآية دي بأسلوب الحصر، ما دي نافية، ما خلقت الجن والإنس لشيء، لا للعب ولا لأكل ولا لشراب ولا 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 ولا، إلا لشنو؟ ليعبدون. العلماء قالوا اللام هنا لام التعليل للعبادة، تعبد ربنا سبحانه وتعالى براو. راجع كمان سورة النحل، ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد، الآية دي بادية بمؤكدات، المؤكد الأول اللام الموطئة للقسم ولقد، كلام بعلم ما شغل بتاع عضلات، لأن المسلمين ديل دارين يستفيدوا جزاهم الله خير. ربنا قال ولقد، والقد العلماء قالوا حرف تحقيق يعني انتهى، بعثنا يعني أخرجنا إلى الناس في كل أمة، أمة موسى عليه السلام، أمة إبراهيم عليه السلام، أمة نوح عليه السلام، حتى آخرهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا أخرجوا هداية للناس. ولقد بعثنا في كل أمة شنو؟ رسولا. ليه؟ ليه؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يلا ركز معي بالراح. ربنا سبحانه وتعالى قال في أي أمة، أي أمة ربنا رسل لها رسول، ليه؟ عشان يعبدوا الله، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، حتى يجتنبوا الطاغوت. يجتنبوا، العلماء قالوا يكون في جانب والطاغوت في جانب. الطاغوت ده منه؟ العلماء قالوا الطاغوت يدخل فيه الشيطان أكبر الطواغيت، ويدخل فيه من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، عرفتها؟ ومن حكم بغير ما أنزل الله، دول كلهم طواغيت. بالراحة كده، أول واحد إبليس، طاغوت ولا ما طاغوت؟ طاغوت. عشان كده العلماء ابن كثير ذكر في تفسير الآية من سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني الشيطان. وكذلك يدخل في معنى الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، بشرطين ديل، عبدوا مع الله. زي شنو عبدوا مع الله؟ هل معناه قالوا اللهم إني نويت أن أصلي العصر 4 ركعات لأبتكة؟ لا لا لا، صح دي عبادة، لكن برضو يدخل في العبادة لو قلت يا فلان، لو قلت يا فلان برضو عبدت مع الله، لأنه الدعاء عبادة ولا ما عبادة؟ ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن شنو؟ عن عبادتي. فربنا سمى الدعاء شنو؟ عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعبد من دون الله، ده الشرط الأول. الشرط الثاني كان هو راضي، لأنه في صالحين وفي أنبياء ومرسلين عليهم الصلاة والسلام عبدوهم مع الله لكن ما كانوا راضين. عشان كده الآية من سورة الأنبياء، آيات كله كله آيات، أصلا إحنا طار وطلع شنبه وركة وأبوك الشيخ بيصلي في مكة وكده، ده كان زمان تلعب بها زمان، لكن الحمد لله المسلمين وعوا ورجعوا للقرآن وبيجوا يفتحوا. أنت قال بيفتحوا للبركة بس؟ للبركة بس؟ الحمد لله الناس بيفتحوا ويقرأوا ما فيه حتى يبارك الله في أعمارهم وفي أعمالهم، وحتى يستفيدوا منه ويعملوا به، ودي الغاية أخواننا من حفظ القرآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتوا الوقود بتاع النار بتاع جهنم. قاموا الكفار قالوا أيوة، بس الليلة لقينا حجتنا. حجتكم شنو؟ قالوا طيب عيسى ما برضو عبدوا مع الله. ربنا قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، من نار جهنم لا يسمعون حسيسها،
وهم فيما اجتهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة بالخيرات والبشرى. ولذلك العبدوا مع ربنا سبحانه وتعالى وهو راض ضطاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يا أخواننا العبادة حقت منه؟ حقت الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال العبادة حقت الله سبحانه وتعالى. وين الكلام ده؟ في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يرويه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. والعلماء قالوا يستفاد من الحديث تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، لو كان داير أوباما في الزمن ذاك الله بجيب له ولا ما بجيب له، لو كان داير أي حاجة مش ربنا بيجيب له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يركب الحمار ويردف عليه. الليلة تلقى بشر كده، وروني في السودان ده تابع لوين، تلقاه بشر يمد كرعينه للناس يعصروا عليه، ويمد يده للناس يبوسوا عليه، ويقلعوا للنعلات. يا ربي ده يكون دهور ولا دمنه ده، فهمت؟ المهم خليه كويس، نحن ما عارفين الشغل ده ما حار، نحن لسه ماشيين له جوا، لسه اصبر لي شويه كويس. فده زول عبد من دون الله وهو راب. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام كان يردف على الحمار، قال له يا معاذ ابن جبل قال لبيك رسول الله وسعديك. وده يا اخواننا اخلاق المؤمن، لما يسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ اول حاجه تسمع وتنصت وتعظم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن زال بيجيبوا له في الايات وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما قال يسمع. بالله شوف الكلام ده كيف. يا اخي الامام مالك كان ماشي في المدينه، شوف السلف ديل بيعظموا في السنه كيف، ما تضيع زمنك معه، ما بيسمع ولا بيستفيد، خليك مع الامام مالك، فهمت؟ فالامام مالك كان ماشي في شوارع المدينه، بعد شويه جاء واحد قال له يا امام ما تقول في كذا وكذا، ساله. فالامام مالك جاوب له اداه وافتاه، قال له يا امام مالك الدليل، داير الدليل، وده ما فيه سوء ادب. فالامام مالك كان على غير طهاره، وكان الدليل حديثا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرجل للامام مالك الدليل، نزل الامام مالك الى التراب وتيمم، ثم قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام ده كيف. دليل ثاني، الامام مالك رحمه الله، وهنا في السودان يقول لك مالكيه، انت تبع مالك عقار ولا مالك ابن انس، فهمت؟ عشان تسمع الكلام. فالامام مالك رحمه الله كان قاعد في المجلس بيعلم الحديث، العلماء قالوا عنه يدع الجواب، ما بجاب على الزول لو ما عنده علم، فلا يراجع هيبة، يعني من هيبة الإمام مالك ما بقولوا له طيب وكذا وكان فيها، فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار، وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. ما كان عنده دبابير، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيرفعه للزول اللي بيقيمه. لكن والله ما تسمع كلام الرسول او يقولوا لك حديث الرسول وتقعد تجوب، نردو ما كندوسك تحت زي الحشره، فهمت؟ فهنا الامام مالك قاعد وبيحدث الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء زنبور، الزنبور المعروف الواحد ده، عرفته؟ فدخل في ملابسه وبقى يعضيه أكثر من كم طاشر عضة صعبة شديد، قال لغاية ما العرق عرق شديد. لما انتهى من الحديث قالوا له يا الإمام مالك في شنو؟ قال في زنبور كده شوف، قال لقيناه عضاه بضعة عشر مرة. قالوا له ما منعك أن تخرجه تمرقه؟ قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التعظيم كيف، السلف كان بيعظم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ رفعهم فوق. ولذلك يا اخواننا المؤمن والمسلم ينشرح كلامه. ربنا سبحانه وتعالى قال: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا شنو؟ سمعنا واطعنا واولئك هم شنو؟ ها؟ المفلحون. ومن يطع الله ورسوله
ويخشى الله ويتقه فأولئك هم منه الفائزون. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي. لبيك معناه إجابة لك، إجابة يعني يقول أنا بسمع طوالي، وسعدي يعني ما أسعدني لو أطعت أمرك. يا خلق من ده، الكفار كانوا يعرفون قدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم، خليك ركز معي هنا، في صحيح مسلم المسيح الدجال تميم بن أوس الداري، صحابي جليل أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، كان قبل ما يخش الإسلام كان نصراني بيقولوا الله ثلاثة، فقام ركب البحر وركبوا في سفينة وكان معه مجموعة من الناس 30 نفر، فقامت السفينة البحر اللي عندها واتكسرت، وقاموا خشوا في جزيرة، خشوا في جزيرة، فقام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قام لقى له دابة كثيرة الشعر، قامت ساقتهم للمسيح الدجال. أنا بس دار أصليك لحاجة صغيرة، فلما مشوا للمسيح الدجال قام سألهم عن أحوال وعلامات. الأحوال والعلامات دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها علامات لقرب خروج الدجال وقرب قيام الساعة. سألهم عن نخل بيسان وبحيرة الطبرية، وسألهم عن أمور كثيرة. من الأمور سألهم عنها، وده شاهد من الكلام في الحديث، قال ما فعل نبي العرب، يقصد من؟ بيقصد منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تميم قال قد أخرجه قومه، مرقوه. قال فخرج إلى يثرب ثم قاتلوه فقاتلهم، فظهر على من ظهر معناه انتصر، فظهر على من يليه فأطاعوه. فقال المسيح الدجال أما إنه خير لهم أن يطيعوا. شوف ربنا مرقى من وين؟ من كافر. المسيح الدجال كافر ولا ما كافر؟ كافر، مكتوب بين عينيه شنو يا أخواننا؟ كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. فيبقى يا أخواننا لما الناس يدوم حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي زول يجيب كلام باطل نشره للناس في الدين، ده واجب نجيب كلامه ونرد عليه ولو باسمه ذاته. عشان كده الإمام النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم، نحن بنذكر الكلام ده لأن أخواننا المسلمين بيستفيدوا، وأي جوطة من برا الناس ما تشتغل بها لأنه الزول بيستحضر، فهمتها؟ الشغلة ما فيها كسرة وعرفتها وداري، وإن شاء الله لو قعدت قريب إن شاء الله بنجيب لك ترمس لغاية ما عظمك يصلح. المهم الإنسان يا أخواننا متى ما سمع الدليل طوالي باري بالدليل. طيب لو ما باريت الدليل بالضل، ربنا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، عرفت؟ فأول حاجة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق منه؟ ده حق الله. الليلة انت لو عندك واطا زول خش فيها جارك، خش فيها بمتر، مش جارك، ابوك ذاته لو شال منك شبر مش متر، طوالب تمشي تفتح شنو بلاغ طوالب ومشاكل في الاراضي. ليه يا زول؟ يقول لك ده ما حقي، عندك راي في حقي؟ ما عندي راي. طيب ده حق الله، شوف ده شالوا منه كيف. زول بيقول لك تنادي مخلوق، يا خل قول صالح تب، المخلوق ده بينوم ولا ما بنوم؟ بيموت ولا ما بموت؟ بياكل ولا ما بياكل؟ بيمشي الحمام ولا ما بيمشي؟ عرفتها؟ بيصيبوا المرض ولا ما بصيبوا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك لما تجي تدعو وتعبد وتتوكل تتوكل على الحي الذي لا يموت. ربنا حي وحياته حياة كاملة لا لم يسبقها عدم ولا يلحقها شنو؟ زوال. أما المخلوق سبق عدم. ربنا قال في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيئا مذكورا، كان ما في. وبعد ذاك حيموت. ربنا قال ثم السبيل يسره ثم شنو؟ أماته فأقبره. طيب نتوكل على منو؟ ربنا قال وتوكل
آيات دي صواقع صواريخ جوي جو بتنسف لك الطريقة حقتك. ما تعرض القرآن، والله نصيحة لك ما تعرض القرآن يا أخي. عارضنا نحن عارضنا معلش، لكن ما تعارض كلام الله. أنا لما أجي أقول انبسغت وتبلورت ثم تفجخت عارضني، لكن لما يكون كلام الله ما تعارضه، ما بتقدر يا ولد الحلال، ما بتقدر. كلام الله ده رب جاء العرب الفصحاء زمان يعربوا لك بيت الشعر بالعدلة والقلبة، لو قرصته نملة بطلع فيها قصيدة بـ 200 بيت، عرب خطري مرة واحدة. لما انجل القرآن ربنا قال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، قال هذه كيف؟ فقال إن هذا إلا شنو؟ سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ربنا قال شنو؟ سأصليه سقر. عشان كده ربنا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. من الطرائف قال واحد من الناس، أي زول داري كورك يا أخوانا خليه كورك من كراماته، كان بكورك من برا، فهمته؟ قالوا زمان واحد قال داري عرض القرآن زمان، ذكروا العلماء، خليه يا شيخ إن شاء الله القرآن ده بس أنت أملى قلبك بس، ما عندك أي مشكلة، أرمي قدام ورا مؤمن بس أسمع التنزيل ده، فهمته؟ زمان واحد قال داري عرض القرآن، واحد بليد زمان داري عرض القرآن، كلام الله داري عرضه، هو بشر ضعيف بياكل يبول ويتمخط إلى آخر، داري عرض القرآن. قال ده لعارض صورة الكوثر، قال إن أعطيناك الجواهر وشنو كده ما عارف، وصلي لربك وشنو كده كل كافر. قام الرئيس في الزمن داك مسقوا، قام صلبوا كتلوا وعلقوا فوق، فجاء واحد مجنون، شوف نصرة الله للدين ده كيف، جاء واحد مجنون عايل له، قال له إنا أعطيناك العمود فصلي لربك على عود فإني ضامن لك أن لا تعود. ما تلعب في كلام الله، الله يهديك، ده مجنون بس، فهمته؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فإن لم تفعلوا ولن شنو تفعلوا. أنا سمعوا القرآن ده يا أخوانا، فإن لم تفعلوا ولن شنو تفعلوا، أها، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب يلا، طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل، خلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله شنو؟ أعلم. نحن قلنا أخواننا لما يقولوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شنو؟ تسكت، أنتوا تأدبوا، وليس عليك شنو؟ هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. أي زول داري قاطع كلام الرسول على كيفه. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. أها، الجواب من الرسول كان شنو؟ قال: حق الله على العباد، أها، أن يعبدوه ولا يشركوا به شنو؟ شيئا. يعني يا أخواننا حق ربنا علينا الخلقنا من أجله إنه نعمل شنو؟ نعبده ولا نشرك به شيئا. زول الداك عربية قال لك: يا أخي العربية دي جيب لي بيها توريدة، وانت ما جبت لها توريدة، فرطت في حقه ولا ما فرطت؟ جابك لشنو؟ يقول لك: أنا جبتك لشنو؟ عشان تجيب لي التوريدة. طيب انت ربنا خلقك لشنو؟ للعبادة والتوحيد. إذا ما جيت بالتوحيد، معناته أنت ما جيت بالعبادة ربنا أمر بها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شنو؟ شيئا. العلماء قالوا شيء هذه نكرة، أي شيء، لا شيئا من الشرك ولا شيئا من الشركاء. ما تنادي مع الله رسول من الرسل، رسول من الرسل ما تنادي مع الله. الدليل ربنا قال في سورة الشعراء وفي سورة يونس، ده قرآن ولا ما قرآن؟ لو نحن ما كذابين افتح المصحف، في سورة يونس تقريبا الصفحة قبل الأخير، ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تدعوا. الخطاب لمن يا أخواننا؟ لأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تدعوا من دون الله، أفهم بالراحة كده، ما تنادي من دون الله، معناه شنو؟ معناه ما الله. طيب الرسل الله ولا دون الله؟ دون الله. الملائكة الله ولا دون الله؟ دون الله. الصالحين الله ولا دون الله؟ دون الله. الجن الله ولا دون الله؟ دون الله. الصحابة رضي الله عنهم الله ولا دون الله؟ دون الله. فذل كلهم ما تدعوه، مش واضح الكلام؟ ربنا قال فلا تدعوا،
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. العلماء قالوا هذا الخطاب جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو منزه عن فعل المعاصي فضلاً عن الشرك، فضلاً عن الشرك. فإذا كان الأمر كذلك فناهي الأمة بعده من باب أولى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ما تشرك بالله، نحن كيف؟ نحن كيف؟ يا أخي إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وطرده أبوه قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني شنو؟ ملي. العلماء قالوا معناه أبدا، تاني أصو ما أشوفك. وبعد ذاك قاموا قوم صنعوا له نار كبيرة وعيد الضحية جاي، ناس ألقاهم بيضربوا في الخرفان، الخروف ده بسبب شنو يا ود الحلال؟ يقول لك أيوة ربنا نجى إبراهيم، المشكلة كانت في شنو؟ يقول لك ما دير كانوا مشركين. ليه مشركين؟ مالهم؟ كان بيضربوا بنقو؟ مالهم مشكلتهم شنو؟ مشركين لأنهم كانوا بيصرفوا العبادة حقت الله للمخلوق. إبراهيم عليه السلام عشان قال لهم يا ناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإبراهيم عليه السلام جمعوا له حطب، قالوا حتى المرأة كان إذا عندها ولد عيان بتقول لله علي إن شفي ولدي أن أجمع حطبا لنار إبراهيم. شوف الأمر ده كان صعب كيف. قالوا لما دارين يجي يولعوا النار دي وقاموا ولعوها ما قدروا يرموا إبراهيم عليه السلام في النار من شدة حرها، وكان الطائر لا يستطيع أن يجوز النار من فوقها إلا سقط فيها. النار فوق لها فوق، توحيد فل إبراهيم عليه السلام توحيد. عشان كده ما بتخوفنا انت بانه انا وانبسغت، ما بتخوفنا لانه سيدنا إبراهيم أسوتنا عليه السلام رموه في النار. فنحن إذا وحدنا الله والأمة كلها إذا وحدت الله وبقت تمام، أمريكا مش لو جابت نووي، لو جابت الشمس وخطتها في رأسنا ما بيسوي لنا حاجة، لأنه الشمس هي حقت من؟ حقت الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تخاف من مخلوق، ما تلاوز أصلا أبدا، ولا نحن بنلاوز من مخلوق، لكن نحن دارين الخير للناس، لأنه في كثير من أهلنا المساكين، أهلنا حبوباتنا وخالاتنا وعماتنا بينادوا الفقراء غشوم زي ديل، يقول لها تعال هنا والله الشيخ ده خطر خلاص، يا تعال هنا بديك الجنة، تعال هنا بجيب لك الرايحة، تعال هنا غشوهم غشوهم باسم الدين. وده كله ما من الدين يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، شوف الكلام ده كيف ذكروا أهل السيرة، جل عمه أو جده أبو طالب أو عبد المطلب، فقاعد معاه لقاه، لقى الناس بيجيبوا له في قروش. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الإسلام، فسأل النازل بالدوق القروش ليه؟ قال لأنني سيد. قال له أنا سيد، مش قال الكلام ده يا أخواننا، نحن في اليابان مش في السودان، ما في الكلام ده، ها في السودان الكلام ده ما في، يقول لك ديل أسياد وديل أشراف مش، وديل عرب وديل زرقة، ده كله باطل يا أخي. نحن في السودان، السودان ده اسم، العلماء قالوا صفة انتهت بالألف والنون، سودان، قالوا صفة إذا انتهت بالألف والنون تدل على امتلاء الموصوف بالصفة، عرفتها؟ سودان يعني ملانين سواد، زي ظمآن يعني شنو؟ عطشان مرة واحدة، وروياً وكده، فهمتها؟ فما في واحد عرب وما عرب. لو بقيت من قريش ذاته النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. عشان ما تقول انا نحن اشراف وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جدك وانت بتنشر للناس الباطل والشرك والضلال فانت ما عندك قيمه عند المسلمين. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني انت لو بقيت شريف زي ما بقول شيخ ضحويه ملان شرف تب لما بتطقطق شروفيه طق طرق طق،
فهمت؟ وانت عندك عقائد شركية ما عندك حاجة. عشان كده الشاعر قال: وقد رفع الإسلام سلمان هاشم وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. تعرف أبو لهب ده سموه أبو لهب ليه؟ اسمه عبد العزة. سموه أبو لهب ليه؟ قالوا لأنه وشه كان يشرق من الجمال. شوف الكلام ده كيف شريف تب، لكن وين؟ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته برضو معه حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هو يا الواسطات دي، هو الشعب السوداني الواسطات دي هنا بس هنا، واتخالتك شغال وين وداك شغال وين وداك وداك، اكتب لك ممكن لو عندك قريبك شغال كويس وده بيعرفه اكتب له في ورقة بتاع السجار واقع في الوطن: جاءكم ابني من طرفي وكده ابو زعيط، يمشي اديها له يقول لك ايوه ده ولدنا شغله، لكن في الاخره في زعيط ها يقول لك ابقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم. وين يا زول؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل او قال في سورة الروم: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ربنا قال شنو؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ربنا قال الكذابين، ما نحن ما نحن. قال: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. كذب، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم يفر المرء من اخيه. ده يوم القيامه يوم صعب. ربنا قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نسب ما في هناك عشان ما تغش روحك. واخوي وشيخ الطريقه ما في، شيخ الطريقه بزوقه ذاته اديك الايات بس انت اصبر لي. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الانعام: ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وين في الليل الهادي بنادي سيادي ويا سابغ يا، وعين يمين نادي بسكين، عين شمال نادي الكمال، عين ورع نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجد. وين؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ربنا قال: ثم لم تكن فتنتهم حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. في الدنيا كان بيقول: وحات الملاح وحات أبويا الشيخ وحات الحجاب وحات وحات، لكن في الآخرة حلفت ذاته بقطن جيضة ما شاف النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. الواو دي بتاعت القسم، حلف بالله بلاه. والشيخ وينه؟ ما في شيخه. ربنا جاب لك في سورة الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من العذاب كما قال المفسرون. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، لما تجي الملائكة للزول البنادي غير الله في الموت، أفتح سورة الأعراف تقريبا الورقة الثانية كويس، بعدها بتفتح بغادي ادخلوا جايننا بعد شوية كويس، ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. ديل الملائكة ديل ما الوهابية هنا أنت بتتخارج مني وما بذكر لك أسماء، لكن هناك بيذكروا لك أين ما كنتم تدعون. أنت بتدعو البرعي يقول لك وين البرعي، تدعو المكاشفي. الملائكة اللي بيقولوا ما أنا اللي بقول أنا ما عندي حاجة، أنا مسكين أنا ما دار أذكر لك اسم. الملائكة بيذكروا لك الاسم جوا. ربنا سبحانه وتعالى قال: أينما كنتم تدعون من دون الله. أسمع خليك مع القرآن استمتع بكلام الله سبحانه وتعالى ربنا قال: أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا شنو؟ ضلوا عنا. ربنا قال: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. خليك معي بجاي، أنا انساه خليك كوري
أصل الشغلة دي رغية في استحضار، الشياطين دي بتقوم فوق، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. القرآن ده ما صعب، القرآن ده بخليهم يكركوك، الشغلة دي ما بتحلك. ربنا قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس شنو؟ في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني أدركت الأمة الأخيرة، الأمة الأولى، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالوا له يا الله دل ورطونا أديهم ضعفين من العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أقعد يا أخواننا ما في حاجة، أقعد أقعد يا شباب، ما تشتغلوا بالشيء البر، أسمع القرآن، أسمع كلام الله يا أخواننا. الزول اللي بيقاطع في كلام ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كلامك إنت؟ ما بيسمع، خليه، أي زول يخليه. ربنا سبحانه وتعالى قال قالت أولاهم، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بها ردوها واستكبروا عنها، ادوا الآيات شنو؟ استكبر عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، عرفتها؟ فأنت خليك زول موحد، إذا دعوت تدعو الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل أنا أدعو، شوف الآيات دي كيف، شوف القرآن ده واضح كيف، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا، سورة الأنعام، ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. أقعد يا ناس، أناس أقعد عشان نشتغل، أقعد أقعد، جزاكم الله خير، أقعد أقعد يا مشايخ، أقعد أقعد أقعد، ما في حاجة، الناس تقعد يا أخوان. أي زول داري كوري خليه كوريك يا أخوان، خلوه زول ما سمع كلام الله ما بيسمع كلامك، زول كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ألف لام ميم صاد، أسمع أسمع القرآن، ربنا قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى لمنه للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، عرفت؟ ده الزول اللي بيدعو غير الله، ربنا قال قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الغرام ما بحلني والله، ما داري أي حاجة تحلني تاني، إذا الغرام ما بحلني ما داري أي حاجة تحلني. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ما تعلق لك حجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علقت حجاب، نديك الأحاديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. جو عشرة رهط للرسول صلى الله عليه وسلم، عشرة أنفار. احنا لما نذكر الكلام ده الناس دي بتجوط ليه؟ لأنه ده فيه سوق وفيه قروش، الحجاب بكذا، ونحن بنجي نعمل لك طق، لا 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 لا، داير حفظ، داير تحفظ، داير ربنا يحفظك، داير ربنا يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، تحافظ على شنو؟ الصلوات. نمرة ثلاثة، تحافظ على شنو؟ تحافظ على الأذكار. عشان كده تحافظ على الأذكار، عشان كده يا أخواننا الرسول، شوفوا الأذكار دي بسيطة كيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خرج من بيته، عليك الله احفظ الحديث ده، احفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله
لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاثة كلمات. قال يقال له كفيت وهديت ووقيت، عرفت؟ قال اسمع لسه الحديث فيه بقية. قال ويقول الشيطان لمن يجد من الشياطين كيف بكم برجل قد هدي ووقي وكفي، ثاني ما عنده سبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. تجي تعلق لك حجاب، الرسول صلى الله عليه وسلم جو 10 نفر دارين يخشوا الإسلام، حديث عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسند الإمام أحمد وفي غيره، وكذلك رواه السيوطي في كتابه الجامع الصغير. احنا بنديك بالأدلة، أرض جو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ قال جو 10 أنفار دارين يبايعوا على الإسلام. قال فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن 1 أبا يبايعه. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، يسأل عن السبب الصحابة رضي الله عنه. قال إن عليه تميمة. قال العلماء والتميمة شيء يعلقونه يزعمون أنه يتم بها دفع العين، عشان كده سميت شنو؟ سميت تميمة. والكلام ده ذكره ابن الأسير، لكن زي ما قال الشاعر أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ما دراهن سهله، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهله، فهمت؟ فابن الأسير ذكر الكلام ده وغيره من العلماء، قالوا يتم بها دفع العين. قال فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ده كلام منه؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انتوا الليلة ذاتكم يا صوفية، لما يجي زول من برا أو ماشي بالشارع أو راكب عربيته أو راكب المواصلات، يشوف ناس بيتكلموا ويقول قال الله، سورة الأنعام، سورة الأعراف، سورة كذا سورة كذا، ويشوفوك انت في الأحاديث قاعد تكورك، بيقولوا إنه تربية الصوفية شنو؟ ما دايرة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ فخلوه يا اخوان، اي زول داري كوري خلوه، اقعدوا تحت، اقعد يا شيخ، اقعد، ما في حاجة، اقعد يا شيخ، ارجع محلك، الناس تقعد يا اخوان، الناس تقعد، شيخ محمود اقعد تحت يا شيخ، جزاك الله خير، الناس تقعد تحت، الناس تقعد يا مشايخ، اقعد يا شيخ، الشيخ اقعد تحت. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا أخواننا أنتم لو زادكم ما دارين تسمعوا كلام الله، والله إحنا بنفوت يا مشايخ، يا مشايخ، يا محمود، محمود وخالد مرسي، يا أخواننا لو ما دارين تسمعوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن ذاتنا بنفوت ولا شنو يا اخوان؟ لانه كلام الله مفروض نحن والصوفيه واي بني ادم يسمع، ولا كيف؟ اذا ما بيسمعوا نحن بنختم ونفوت طوالي. فعليك الله ما افضل يتكلم معه يا محمود، ما تنتقم لنفسك، ما تنتقم لنفسك، تعال اقعد بجاي، جزاك الله خير، تعال اقعد بجاي، اديك حديث يا شيخ، اقعد بجاي. النبي عليه الصلاه والسلام، اسمع الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ محمود كما روى عبد الله بن مسعود قال كأني أنظر، خلوا يا أخواننا خلوا، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس اسمعوا الكلام، الله يهديكم يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، لغاية ما شنو؟ كبت دم نبي، لا أنا ولا أنت، حتى أدموه. قال فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم شنو؟ لا يعلمون. فنحن أخواننا دارين الخير يصل للناس، انت بزح لي جاي وزول ما يتعصب ليروح، لأنه انت بتخرب حلقتك اللي هي حقتك، وده زول واحد، والناس زول كلهم جزاهم الله خير مع التوحيد، ما معانا نحن مع كلام الله، ما معانا نحن، عرفتها؟ فناس زول جزاهم الله خير، ونحسب انه الناس كلها على التوحيد وعلى الحق. طيب أيضا يا أخواننا من الأحاديث التي تمنع تعليق الحجبات والتمائم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاءته زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان عندها خيط
شاف عندها خيط، فقام قال لها الخيط ده شنو؟ قالت من الحمى رقى لي فيه فلان اليهودي، قال لي فوق، فقطعه ابن مسعود، قطعه. وده يا اخواننا اذا كان عندك شنو سلطه في بيتك انت، اقطعه حق مرتك، حق ولدك، حق الناس اللي تحت ولايتك، ده انت تقطعه. اما زول تاني بس شنو تامر بالمعروف بلسانك لكن ما تمد ايدك، خلاص. فعبد الله بن مسعود قطعه، قالوا لقد اصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك. ابن مسعود سماه شنو؟ شرك. ابن مسعود فقيه ولا ما فقيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود. قال بعد ده ابن مسعود قام جاب حديث فقال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم اللي هي الحجبات والتولى اللي هو حجاب المحبة شرك. إن الرقى والتمائم والتولى تشنو شرك. فده حكم منه يا أخواننا، ركزوا معي هنا، ده حكم منه يا أخواننا، ده حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فما تعلق حجاب، ما تعلق تميمة، ما تعتقد إنه غير الله سبحانه وتعالى بديك الجنة، ما تعتقد كده، لأنه غير الله ما عنده أي حاجة. ربنا قال في سورة فاطر ذلكم الله، بعد ما ذكر آيات كثيرة إنه ربنا مشى الفلك على البحر وإنه ربنا بجيب لنا الأرزاق والمنافع، ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، زي ما عرفنا قبل إنه من دونه يدخل فيها الرسل والأنبياء والصالحين وكله. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. العلماء قالوا القطمير هو جنو، هو القشرة البيضاء على نواة البلح. أسي لو أكلت لك تمرة ولا رطبة ولا أي حاجة في جن البلح بتلقى جنو قشرة بيضاء، صح ولا ما صح؟ ده اسمه في القرآن قطمير. ربنا قال لك ما بيملك قطمير يديك جنة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. زال يقول لك لا بيسمع. طيب ربنا قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما حيديك. أها، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يكفرون معناه شنو؟ بيقول لك لا لاقيتني، لا لاقيتك، لا قلت لك ناديني، لا اديتك حجاب، لا اديتك بخر، يورطك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم. البنادي غير الله والنادو قال للناس نادوني مكانكم انتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، فرقنا بيناتهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إحنا ما عارفين أنكم وقت قاعدين تدعونا يا أخو. ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه، تقول لي الشيخ يقف معك، أبوك يقول لك يا ولد يا أخي أنا ربيتك وتعبت فيك وشلتك واستحملتك توسخ فوقي وكده، وأمك تقول لك سهرت بك الليالي وتعب وضنك يا ولدي حسنة حسنة، بس يا ولد حسنة، أنا ما أبوك؟ والله يا أبوي. أي والله أنت أبوي، لكن أبوي طبعا أنت عارف الموقف صعب. لا لا ما في كلام زين. مما يجيك أبوك يقول لك حسنة، طوالي أنت شنو بتفر بتير. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ربنا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، عشان ما يقول لك انت لو خشيت معانا نحن بنمرقك، عشان ما يغشك كده. ربنا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. ربنا قال يا ايها الناس، اخر صفحه في سوره الحج قران نازل مالها يا اخواننا. عشان كده شفت الزول اللي بيرد القران ده، للاسف ربنا اتكلم عنه في سوره الفرقان. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه، المشرك بعض من الندم، والله نحن خايفين عليه. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فبقوم بيشكوهم، يشكوهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم تركوا القرآن، لأنهم تركوا القرآن، عرفته. ولذلك يا أخواننا الإنسان يتبع كلام الله ويتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه لا سبيل له إلى دخول الجنة إلا إذا وحد الله وحده لا شريك له.
وإلا إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا اللي بندعو له والناس. ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ربنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، الما بيسمع دياته فيهم. ربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، دل منهم المنافقين يصدون عنك صدودا. ربنا قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا شنو؟ إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، ربنا أقسم بنفسه وأقسم وأضاف الربوبية إلى من؟ أضاف الربوبية إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عرفت؟ فدين احنا أخواننا رسالتنا للناس إن الإنسان يتبع كلام الله. أزول بيزعل ليه؟ يتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه ربنا خلقنا نبقى عبيد لمنه؟ لالله براو. ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمنه؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا من شنو؟ أول المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس شنو؟ قد جمعوا لكم فاخشوهم. أسمعوا كلامهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا شنو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن أخواننا رسالتنا للناس بسيطة جدا، إنه العبادة دي حقت ربنا سبحانه وتعالى، وإنه الزول يعبد منه يعبد ربنا سبحانه وتعالى، ما تعبد مخلوق مهما كان صالحا. ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ربنا سبحانه وتعالى قال لك إنت ذاتك بقولي. ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو؟ تقيا. فربنا ما بدخل الجنة إلا منه؟ إلا الأولياء. أنت ممكن تقول لي يا أخي السودان فيه 12 ولي بس، يعني كل الناس كلهم ماشيين النار؟ بعدين الولاية ذاته خلوها بيوت معينة، فهمت؟ والولاية عندها صفات معينة، ويقول من الصفات يقول لك تمشي مغابر تلقى القبة الفوق دي أكبر قبة ده أكبر ولي، والبعدي وكده، فهمت؟ واتحد ديل ما طماطم ولا شنو؟ اتحد ديل برضه مع ناس مسلمين. إذا آمنوا بالله واتقوا الله سبحانه وتعالى بيبقوا شنو؟ أولياء. ربنا قال ألا سورة يونس إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون. ياتم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لو قلت الناس ما مؤمنين معنا شنو؟ معنا كفرتهم بقيت داعش، فهمت؟ ولو قلت ما متغين معناته انت خشيت جوا قلوبهم. ولا يعلم ما في القلوب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. نحن شفنا زول ظاهره محافظ على الصلوات، زول توحيد تمام، زول ماشي تمام، فنحن ده نحسبه ولا نقطع له بالولاية، فهمت؟ لكن يا أخواننا
كون الزول الصالح إذا صاحبك صالح يعبدوه ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى فده أخواننا باطل وكلام لا يستقيم. نحن إن شاء الله بنختم لهذا الحد.